السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح ناخذ فكرة كيف نتعامل مع المالتي كاستينج وكيف نستعرض الداتا اللي بعثها المالتي كاستينج عن طريق برنامج محترف جدا جميل جدا ومهندسين الاتصالات عفوا ومفروض انه مهندسين الاتصالات ايضا يعشقوها لانه احنا بعد ما انتقلنا لل 3G وراح ننتقل لل LTE بالاتصالات ايضا راح نستخدمها خصوصا بال 3G. ف اكثر مهندسين الشبكات يعشقون هذا البرنامج اللي هو واير شارك. برنامج واير شارك طبعا احنا هنعمل عنها دوره خاصه منفصله بقائمه منفصله فقط عن الواير شارك باللغه العربيه ان شاء الله. برنامج واير شارك برنامج راقي جدا لمهندسين الشبكات. ممكن تحلل، ممكن تلاحظ، ممكن تشوف كل الباكيت وكثير اشياء في باستخدام طبعا الواير شارك. تحميل واير شارك سهل جدا. بالنسبه للويندوز تختار النسخه اللي تريدها الاو اس اكس، كذلك ممكن من السورس كود اللي هو عايد للينكس. اوكي، لمستخدمين فيدورا ما تحتاج انه انت تحملها من الموقع، فيدورا عنده اصلا نسخه خاصه يعني اللي هي خلنا ندخل على تيرمينال دي ان اف جروب ليست، حيظهر لك قائمه بانواع الباكيت اللي موجوده في فيدورا. طبعا في باكيت خاص اللي هو اسمه ال DNF، خلينا نكتب ال DNF install، ليس install حتى نصبها هي جروبات، ف group install نترك مسافة بهذا الشكل. security lab، security lab اللي هو يختص بالهاكر، يعني اذا تحب نسخة فيدورا طبعا هذا احنا شرحناها في دورة فيدورا ورك ستيشن، لكن اذا انت منصب اصلا مثلي يعني انا استخدم فيدورا ورك ستيشن ما استخدم فيدورا سكيورتي، فحتى استفاد من برامج الموجودة في السكيورتي ممكن تنصبها بهذه الطريقة انه يكون عندك دي ان اف جروب انستل سكيورتي لاب. هذا حيجمع كل طبعا هنا يقول لي انه السكيورتي لاب هي اصلا اوريدي انستلد. السكيورتي لاب تحتوي على كل الاشياء اللي خاصه في الهاكر، بنتريشن، فحص، اختبار، اختراق، كل شيء موجود في داخله. اضف الى ذلك موجود في داخله الواير شارك. فاذا احنا اليوم حنبدا مع الواير شارك، ناخذ فكره بسيطه عن كيف انه الباكيت ممكن نحلها بالواير شارك، نحللها ونحلها. فلتشغيل واير شارك طبعا ممكن تشغيل واير شارك من القائمه، لكن ما انصحك هذا الشيء لانه انت كون مستخدم لينكس لازم تكون عندك صلاحيه باستخدام الوايرلس او اللان كشكل روت. فتفتح التيرمينال تدخل على الروت، لازم تتاكد انه انت في الروت، بعد ذلك فقط تكتب واير شارك انتر، حيشتغل عندك الواير شارك. طبعا هنا يقول لك انه انت تشتغل بالروت، اوكي ما عندك مشكله. حتى تعمل ران لاي انترفيس موجود عندك مجرد اعمل سيلكت للانترفيس اللي انت تريدها وتعمل ستارت. خلينا نرجع للباي تشارم. في الباي تشارم انا حامل امبورت للسوكيت، كذلك هنا انا حامل فانكشن ديفاين دي اف، فلتكن مثلا هي موضوعنا احنا عن المالتي كاست. مالتي كاست، المالتي كاست ياخذ ارجيومنت، فلياخذ ارجيومنت اللي هم الهوست مع البورت. جميل، بعد ذلك نعمل انتر. طبعا هذا التطبيق بسيط جدا، حنعمل السوك يساوي عفوا يساوي السوكيت دوت سوكيت، نفتح قوس نحدد السوكيت فاميلي اللي هو النت، كذلك نحدد السوكيت احنا قلنا على اي يعني تستخدمها كتي سي بي ام يو دي بي، هذا المقصد السوكيت
يا اما ستريم يا اما الداتاجرام. احنا لما نعمل مالتي تاسكينج مالتي كاستينج، بمعنى انه طبعا في كثير من تطبيقات مالتي كاستينج، لكن اجمل تطبيق او اكثر تطبيق ممكن توصل لك الفكره هي عرض الفيديوهات عبر الشبكه. يعني انت عندك مثلا تحب عندك فيديو تعرضها لكل الاصدقاء اللي موجودين بالشبكة عن طريق اي بي خاص، فأجمل خطوة او افضل خطوة هي انه تستخدم اليو دي بي. فهنا نحن نستخدم السوك داتاجرام، بعد ذلك احدد السوك سوري سوكيت دوت اي بي بروتو اي بي برو اي بي بروتو شاجة غير موجودة اي بي اوكي اي بي بروتو لاحظ هذا كل اي بي بروتو UDP هذا. بعد ذلك هستخدم السوكت. السوكت هذا set socket OTP. هنا أنا هحدد السوكت dot SOL sorry socket dot SOL للسوكت فارزة سوكت دوت SO ريوز ادريس. هنعمل ريوز للادريس فور وان، بعد ذلك نعمل انتر. هنا ممكن انه احنا نعمل عداد كاونتر مثلا for for i and range in range مثلا من 1 الى 5 اوكي. هنا انا هعمل socket dot send to send to لمن هنكتب فيها مثلا send to hi my name is Mohammed Isa. جميل. كذلك هنا حنعمل فارزة لان send to، اذا لازم نحدد فيها الهوست ونحدد فيها البورت المستخدم. بعد ذلك هذا بالنسبة لل for حنعمل print. هذا print نكتب the message sent okay. بهذا الشكل. اذا احنا فقط ناخذ الديف الفانكشن. طبعا ممكن انه انت تعمل بدون فانكشن، يعني تمسح هذا كله تعمل على شكل ستيتمنت اوكي. هذا الشيء تصور تعرفونه عفوا. مالتي كاست هنا نكتب البورت. البورت حيكون مثلا من 2 طبعا 2 هذا الشكل مثلا يكون هذا، او فد شيء مختلف فلتكن مثلا من 10 10 10 10 اوكي. فارزه نكتب البورت. البورت مثلا 8000. جميل. طبعا اكو شيء احنا نسينا السنت تو. هنا ما يرسل على شكل سترينج، مفروض احنا نشفرها، فممكن كتابه بي اي بمعنى تحولها الى البايت. خلينا نعمل ران ذا مسج سنت. هنا الواير شارك احنا ما بلشنا بيها، ف حنوقف التطبيق اوكي. كلوز تاب شو تايم 9 اوكي ممتاز. نختار الوايرلس اوكي ونعمل ستارت.
هيبدأ بال اوكي هيبدأ بالتسجيل. اذا احنا نبدأ بعملية المالتي كاستينج. هنعمل run message sent صح؟ sent من هذا الاي بي ادريس. نرجع للواير شارك نعمل stop نوقفها. لاحظ هنا أنا الادريس موجود في الديستنيشن اوكي 10 10 10 10 على شكل UDP اوكي. السورس بورت هو هذا, الديستنيشن بورت هو هذا. لاحظ بيجي من اول اي بي زين. احنا ممكن كذلك نعمل فلترينج, يعني اكتب اي بي دوت ADDR يساوي يساوي وحدد فيها الاي بي اللي هو 10 10 10 10 صح. نعمل انتر. لاحظ هنا انا عندك سوى السند من هذا الاي بي مالتي كاستينج. لو اجيت على الداتا نفتح الداتا, طبعا هذا الداتا مشفره, هنلاحظ هنا نقرا شنو هاي ماي نيم از محمد عيسى. اضف الى ذلك انه انت ممكن من اليوزر داتاجرام هنا تقدر تعرف السورس بورت كان ايش, وايضا تقدر تحدد الديستنيشن بورت لينث اوكي. كذلك تشيك سام لاحظ اوكي. وفي عندك ايضا الانترنت بروتوكول اوكي. الهيدر كان لينث ايش قد, يعني في المعلومات كثيره ممكن تستفاد من عنده. وهذا هو الداتا اللي احنا قمنا بارساله اللي هو هاي ماي نيم از محمد عيسى. فهاي كانت الفكره كيف استخدام المالتي كاستينج وكيف انه احنا نعرضها بالواير شارك. لهنا نوصل نهايه الدرس, نلتقي وياكم بدرس قادم. مع السلامه.